يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول القائل أسألك بحق نبيك يكون له أربع حالات: إقسام على الله، أو بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، أو بدعائه بعد موته، أو بذات النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذه الحالات صحيحة؟ نعم، إذا سأل بالنبي فإن كان يقصد بذات النبي فهذا لا يجوز لأنه إقسام على الله، أو بعمل النبي هذا لا يجوز أيضا لأنه ليس لك فيه استحقاق، أو بإيش؟ يقول بعمل النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك فيه استحقاق، هذا سؤال بعمل الغير. نعم، أو بدعائه بعد موته. بدعائه نعم، دعائه بعد موته لا، ما يجوز بعد موته لا يجوز. نعم، أو بذاته، هو بذاته هو الإقسام على الله.